ضياع النظام الإيراني في متاهة الاحتجاجات دفعه للبحث عن مخرج ينقذه من أزمة قد تسقط أركانه الهشة، فلم يجد أفضل من استغلال الحدث الرياضي العالمي من أجل مواجهة الانتفاضة الشعبية. إيران انترناشونال حصلت على وثيقتين من مجموعة بلاك ريورد للقرصنة الإلكترونية، تكشفان عن خطط لمراكز الفكر ووسائل الإعلام التابعة لنظام طهران قبل بدء المونديال. الوثيقتان تقول إن محرري وسائل إعلام الجبهة الثورية ومركز شمس قدموا خطة لاستغلال المونديال في مواجهة التظاهرات ومنع لاعبي المنتخب الإيراني من دعمها. الخطة كانت عبارة عن تهديدات ورشوة لاعبي منتخب إيران عبر إقامة احتفال بفوز الفريق بالاستعانة بالمدرب كارلوس كيروش، إضافة إلى إعلام منع المقابلات مع وسائل الإعلام الفارسية بالخارج والتخويف من الحركات المعارضة لتفادي أي عمل ضد النظام في هذه المسابقات. النظام وبحسب الوثيقتين وعد اللاعبين بإنفاق الأموال وهددهم بأنهم إذا لم يرددوا النشيد الوطني أو إذا ارتدوا الأساور السوداء فسيتم إبعادهم عن الفريق. في المقابل تقديم وعود للاعبين بمبالغ جيدة بحجة حثهم على تحقيق الفوز، أي أن يتم الدفع لهم بطريقة لا يتضح معها أن النظام قد رشاهم. وفي هذه الخطط أيضاً تم اقتراح إنشاء جيش إعلامي لإنتاج المحتوى واستغلال المشجعين الذين سيرسلون من إيران للتأثير على الأجواء. الوثيقتان تضمنتا اقتراحاً لرؤساء تحرير إعلام الجبهة الثورية بضرورة مراقبة تحركات اللاعبين خارج وداخل الملعب، وطالب محررو هذه الوسائط بتهديد اللاعبين وإبلاغهم بأنهم سيمنعون من اللعب في المونديال إذا دعموا المتظاهرين.